اهلا بكم وبرنامج جديد على موقع وشوشة. هنتكلم فيه عن الانس والجن او عالم الانس وعالم الجن والاثنين وارتباطهم ببعض. ده كائن وده كائن ولكن عايشين في حيز واحد، لان الناس عندها فكرة الجن ده بيقول لك اللي تحت الارض، يعني مش فاهم، يعني نحفر في الارض كده هنلاقي الجن موجود مثلا او عايش وعامل مملكته. الشيء اللي الناس ما تعرفوش ان عالم الجن دول عايشين معانا في نفس الحيز اللي احنا عايشين فيه، حتى في البيت بتاعنا، حتى في كل مكان بنروحه، حتى في الخلا هم عايشين، حتى في الجبال عايشين، في البحار عايشين. ده كائن موجود ومنتشر في الكون كله. طيب الكائن ده عايش مع عالم الانس. الجن اجسام اثيرية لا ترى بالعين المجردة وقادر على الاختراق، يخترق اي شيء في الدنيا، يعني لو عملت له حصان من فلوس هو هيخترق ويعدي، وهو قادر على الخطف، يخطف الاشياء، لكن هو غير قادر على صنع الشيء، ما قدرش يصنع الشيء، وهو قوته في خفائه. فهنا هيبقى محير بالنسبة لنا احنا كبشر، لان هيوسوس في صدورنا. يعني حتى لما بيجي موضوع الاعمال والاسحار ونقولها في الحلقات اللي جاية، هو بيوسوس للانسان، يعني يقدر يسيطر على الانسان، يقدر يفرض سيطرته على الانسان بالهواجس، تحس تقول انا حاسس مش عارف ايه. ممكن ده يكون تأثيرات من العالم ده. اذا ان العالم ده وعالم الانس بيتعامل معاه، يعني انت حتى لو في بيتك اي حد في بيته هيتعامل مع العالم ده انا مش شايفه، فانا ممكن اخطأ معاه. فعايزين نشوف ازاي باماكن تواجده عندنا في البيوت ازاي هنتعامل معاه عشان نتلاشى اللي ممكن يحصل من العالم ده هو، او العكوسات اللي ممكن تجيلنا وتبوظ حياتنا. واحد يبقى سعيد او بكلم مراته في التليفون وزي الفل ومية مية، واول ما يدخل البيت اكنه شاف، اعوذ بالله، عفريت، اكنه شاف قرد، والمشاكل تبدا. رغم لو واحد فيهم بس خد سنه او غير، ده داخل عليها جثه زوجها بيقول لها مثلا مخنوق ومتضايق ومش عارف ايه، هي قبلت وعدت كان هيعدي الموقف والرجل هيهدى ويروق. طيب هي اتصدمت بيه، هنا بقى بيدخل اللي هو العالم ده او العمار اللي موجودين معنا في المكان، يدخل ويحرك الدنيا ويشعل النار، ما يخليهاش تاخد الكادر الطيب، اللي هتبقى هاديه مع زوجها تقول ده جاي تعبان وحاضر يا حبيبي وخلاص، انتهى الموقف لحد هنا. لكن اشتباكها معاه هيزود الموقف. هنا بيدخل العالم ده. وحتى في مملكه ثالثه اللي هي مملكه وليعوذ بالله مملكه ابليس، وازاي بيعمد الناس اللي هو بيجنتهم، كل ده هنقوله وهناخد حلقات، مجموعه حلقات. برضو عالم ابليس اللي هو بيتولد وما بيموتش، بيتنين لحد اخر الكون، لحد اخر يوم في الدنيا هم موجودين. ازاي بيعمد الناس، ازاي بيجنتهم؟ يبقى عندنا مملكه الانس، مملكه الجن، مملكه ابليس. وهو ابليس ده شكله ايه وقاعد فين وعايش ازاي وعنده عيال ولا ما عندوش؟ ايوه عنده عيال، قاعد في مكان، ايوه قاعد في مكان في الكون ده كله. ابليس اللي من كان من البدايات هو ما ماتش، هو نفس شكله. ايه الفرق بينه وبين الجن؟ الجن بيعيش اعمار طويله، 5000 7000 6000، الانس بعمره قصير. الانس باين، الجن مش ظاهر، ابليس مش ظاهر، كل دول بيلعبوا في الخفاء. فالاشتباكات بين العالم ده كلها جديره بان احنا نفكر الموضوع، مش بس يا بنت تعمل عمل للوده وتاخديه وتتجوزيه. هل ممكن؟ ممكن، بس ممكن بنسبه كام؟ هل حد فعلا ممكن يروح يعمل عمل لحد يوقف حد؟ ممكن، بس بنسبه كام؟ ما دي الشماعه اللي احنا بنعلق عليها، عايزين نفصل الامور. هل في صداقه بين الانس والجن؟ هل في مخاواه بين الانس والجن؟ هل في تسخير بين الانس والجن؟ طب
تصدق ان المخواه جن هو اللي بيبقى قدره، هو اللي بيسخر الانس لخدمته، هو اللي بيبقى الطرف الاقوى، بيجي في الوقت اللي هو عايزه وبيمشي في الوقت اللي هو عايزه. كل الكلام ده برضه هنقوله بعكس التسخير اللي هو انت بقى اللي بتروح للعالم ده. يا ترى انا بقى مسافر مثلا رايح فرنسا، هركب بقطر ايه، هركب طياره، هركب سفينه؟ هو ده نفس الطريقه، بتاخد العده بتاعتك وبتروح وتشوف العالم ده. انا شايف ان العالم ده اجدر ان احنا نحترمه ونبص له بنظره احترام بدل من نظره التحقير، اكنه مطلوب كده يخربش في خلق الله. كل الكلام ده كله انا بسمعه وبضحك فعلا. واللي بتعالج مش عارف بيه، واللي بيعالج مش عارف بيه، وانت قادر على انك انت تعالج نفسك، وانت قادر ان انت تتلاشى اساسا الدخول في مشاكل مع العالم وتشتبك معاه بحاجات بسيطه جدا ان انت ممكن تعملها. وطريقه التعامل بينك ما بين الكائن ده، ازاي انت تقدر تصبر، ازاي اقدر ادخل حمام، ازاي لو وقعت اعمل ايه، كل الحاجات دي حاجات مهمه. ازاي انا حتى لو شاكك في حد ممكن يعمل لي عمل، والكلام ده كله ايه الحاجات اللي انا اخاف على نفسي ما اداش لحد، ما خليش حد يمسكها علي عشان ما يقدرش يعمل لي العمل والسحر اللي احنا بنقول عليه. طبعا العلاقة تفضل متشابكة، ولكن احنا هنحاول نفك الاشتباكات دهية ونوضح الامور ببساطة عشان كل واحد يبقى عارف ازاي يتعامل مع الكائن ده هو، وازاي ما خليش مثلا يبهدل لي ويبوظ لي حياتي بدون ما ادري، وازاي ما خليش حتى حد كمان يضحك علي ويقول لي ده اعمل لك مش عارف ايه وما اعمل لك شيء والكلام ده كله. ولا هل يا ترى نحط ربنا في قلبنا عشان ينور لنا البصيرة بتاعتنا ونقدر نعرف الوحش من الحلو؟ دي الحلقات اللي احنا نقدمها عن عالم الإنس والجن، واشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله.